صلبة. كنا نتمنى التجربة دي هنا إن شاء الله، لما ترجع إن شاء الله ممكن تكرر التجربة دي في مصر، ولا إيه اللي في دماغك؟ لا انا عملتها في مصر الاول، تكررها تاني؟ تكررها تاني. طبعا طبعا، ده بيتي يا كابتن ميدو، انت عارف انا النادي الاهلي ده بالنسبه لي هو، انا جيت هنا الامارات باسم النادي الاهلي مش باسم بدر رجب، لان النادي الاهلي ده هو اللي عمل بدر رجب، هو اللي عمل كل نجوم مصر، والنادي الاهلي كبير في كل حته، وفي كل في اسيا وفي افريقيا النادي الاهلي كبير، كل حتى مكان في اوروبا معروف في كل مكان. اي حد ينتمي للنادي الاهلي بيكبر بما فيهم بدر رجب او غير بدر رجب، يعني شرف لاي لاعب اي مدرب مشي من جنب سور النادي الاهلي، مش شرف في النادي الاهلي الله او عليك. لعب في النادي الاهلي. الله عليك يا كابتن، الله عليك، والنادي الاهلي بيتشرف بيك برضه يا كابتن رجب، يعني حاجه جميله جدا. يا كابتن بدر مشرفنا فعلا في الامارات، الناس كلها بتتكلم عليك وعن اكتشافاتك. يعني قول لي، بتكتشف اللعيبه بتبعت برضه ناس تشوف في الاماكن كلها في الامارات، ولا اللعيبه بتجي لك، ولا يعني بتقيم اللعيبه بتختارها على اي اساس؟ لا انا في مصر التجربه غير يا كابتن ميدو، يعني في مصر انت بيجي لك، انا عشان كده بقارن، حوالي 10 20 الف ناشئ بتختار منهم، فالقاعده عندك كبيره. لكن هنا في الامارات انا بروح المدارس وبروح الروضات، فبجيب اللعيبه من هم عندهم 5 سنين وست سنين، وابتدي اشتغل معاهم لغايه ما يبقوا في البراعم، بعد كده يبقوا في قطاع الناشئين، وبعد كده يصعدوا للدرجه الاولى. الحمد لله، يعني طبعا بحكم الخبره العمليه والعلميه بيبقى في نظره طبعا للاعب الصغير ازاي بتنطفي، عنده تالنت، عنده سرعات، عنده حيويه، عنده نشاط، في امور كثيرة جدا تختار عليها اللاعب. الانتقاء اهم حاجه كابتن في المدرب، انك تنتقي لعيب كويس اكيد، وانك يبقى عندك المبادئ بتاعه الانتقاء، تبقى انت عارف بتختار ايه، في مبادئ علميه وفي مبادئ عمليه اللي هي الخبرات بتاعتك، لان في لعيب بيبقى خايف الكره بتجيله مش عارف يتعامل، انت بالحاسه بتاعتك وخبراتك بتقدر تكتشف ان الراجل ده او اللعيب ده هيبقى لعيب كره كويس، فبتجيبه حتى لو هو ملبس الكره كويس بالحاسه كده، بالتالنت بتاعك انت كمدرب بتنتقي وبتجيبه. وبتدي طبعا البرنامج اللي معمول هنا، البرامج اللي على اعلى مستوى هنا، بتحضر ورشات عمل مع مانشستر سيتي، مع فالنسيا، مع برشلونه، بيجي يحضروا معانا هنا وبنتناقش معاهم، ويبقى يعني بيشوف الشغل. الحمد لله مبسوطين جدا من التجارب اللي بنعملها هنا في الامارات. يعني كابتن بدر، احب اعرف برضو اهم او مش اهم الصعوبات اللي قابلتك في مسيرتك لغايه دلوقتي كانت ايه، او اهمها كان ايه، او اكبرها كان ايه؟ الغربه، بعدك عن اهلك والغربه بتفقدك ناس كتير جدا، واعز الناس ليك بتفقدهم وانت في الغربه بس. لكن الحمد لله انا في الامارات هنا زي كاني في مصر بالظبط، شعب جميل وناس جميله وناس بيحبوا المصريين، وانا بتفانى بكل ما املك من خبرات ان انا انقلها هنا للناديه في نادي الجزيره الاماراتي، لان الناس دي بيحبونا جدا جدا جدا، واحنا شعب واحد ودم واحد وبلد واحده، واحنا بقينا بلد واحده فعلا، ودي حقيقه. مصر والامارات بلد واحده، يعني لما تيجي تقول تحيا مصر تقول تحيا الامارات، لان فعلا الناس دي قد ايه واقفين جنبنا على كل المستويات، يعني في كل المستويات، شوف بيستضيفوا السوبر وبيحبوا جدا ان احنا نيجي نلعب هنا كانديه، اكيد وسعداء جدا بوجودنا، واحنا طبعا سعداء جدا ان احنا موجودين في دوله الامارات. اكيد ان شاء الله مصر والامارات والسعوديه وكل الدول العربيه تبقى حاجه واحده طبعًا. باذن الله يا رب يا رب ان شاء الله طبعًا. ان شاء الله طبعا طبعا يا كابتن، طبعا يا كابتن. كابتن بدر، تثقيف المدرب في الامارات بيتم ازاي؟ لا هنا في مستويات عاليه جدا، لما تتناقش مثلا مع ريكسون مدرب انجلترا، لما تتناقش مع مانشيني، تتناقش مع جارديولا، بيجي يعني في ناس كتير جدا بيجي هنا يعملوا محاضرات عمليه وعلميه في الملعب، يعني فبتستفاد جدا، يعني بتاخد خبرات على خبراتك اللي اكتسبتها، سواء انت لاعب، سواء انت مدرب، سواء بالدراسات اللي بتاخدها العلميه، بالشهادات، ورش العمل دي اهم من اي شهاده، لان انت بتاخد خلاصه خبرات مدربين كبيره جدا في دول اوروبيه، بيجوا لك هنا يدرسوا لك وبيبقوا معاك في الملعب وبيشتغلوا معاك وانت بتتناقش معاهم وبتقول كل اللي عندك. هنا كابتن الناس عندها افق واسعه جدا، الناس بتسمع لك، الناس حتى لو انت عندك حاجه جديده وعندك شغل جديد يخلوك تشتغل ويستفيدوا منك، وانت كمان بتستفيد، لانك لما بتتناقش معاهم في تبادل خبرات بينك وبينهم، انت بتاخد خبرات وبتعطي خبرات، هو مش جاي يدرس لك بس، هو جاي يتعلم منك زي ما هو بيعلمك، هو جاي يتعلم منك وياخد منك اكيد، وما بيديكش بس، ما فيش حد هنا بياخد بس، لا انت أكيد. بتاخد وتدي.
اكيد القصه هنا التثقيف على اعلى مستوى. سبقونا يا كابتن ميدو للاسف، يعني انا اسفني اقول لك كده، ان احنا بعيد سبقونا بكتير، احنا بعيد بكتير، احنا بعيد دي حقيقه. بعدنا شويه، احنا بعدنا شويه شويه، لكن انا شايف ان في مصر في طفره دلوقتي بالنسبه للمدربين الموجودين، الكابتن الدكتور محمود سعد والدراسات اللي عندنا، الناس بتشتغل، وان شاء الله ده يعود على مصر وعلى مدربين مصر كلها. يبقى عندنا قاعده كبيره جدا مثقفه، لان المدرب لما بيبقى عنده ثقافه كرويه ومدرب عنده خبرات أكيد وعنده أكيد شهادات أكيد أكيد ومتعلم كويس، كل ده هيعود على مصر وعلى لعيبه الانديه. انت لما يبقى عندك الانديه فيها مدربين كويسين، يبقى المنتخبات هيبقى عندها قاعده كبيره من اللعيبه. اكيد يا كابتن اكيد. يعني قبل ما اسال حضرتك، واخدك في افريقيا واولى المقابلات الافريقيه النادي الاهلي مع منانا الجابوني، عايز اسال حضرتك سؤال: الاقبال الاماراتي على المراحل الناشئين هل ازداد؟ هل حاسس بفرق؟ ازداد كتير جدا. دلوقتي الناس بتحب الكوره جدا هنا، والناس كلها عايزه اولادها تلعب كوره. الاول كان في بعض الاصطعابات والخوف وكده على الاولاد، دلوقتي في تامين شامل للولد. يعني الولد جاي متامن في الملعب، في باصات بتجيبه وتوديه، في مشرفين ملتزمين معاه في الباص هم اللي بيجيبوه ويودوه، في مدرسين في المدرسه بيتابعوه سواء في الدراسه او ان يجي النادي، اللي بيجي النادي بيتمرن. يعني مش لازم تقول كل حاجه يا كابتن بدر عشان ما يحصلش ثوره من الاباء على قطاعات الناشئين، يعني يعني مش لازم تقول كل حاجه. انا بقول لك هنا الناس هنا المحترف الصغير. المحترف الصغير يا رب نشوف، يا رب نشوف الكلام ده عندنا ان شاء الله في وقت قريب. يا رب يعني هو كان موجود عندنا في النادي الاهلي. انت عارف احنا عملنا، كان عندنا تجربه رائده على مستوى افريقيا واسيا، جبنا خبير عالمي الله يرحمه الكابتن مستر كورفر، وعمل واشتغلنا معاه وعملنا شغل كويس قوي. مش للنادي الاهلي بس، لا لمنتخبات مصر كلها على مستوى الناشئين ومستوى المنتخبات الفريق الاول، لان مفيش نادي في مصر يا كابتن ميدو. عايز اقول لك على حاجه، بما اني اشتغلت 10 سنين في النادي الاهلي، مفيش نادي في مصر ما فيهوش لعيبه من النادي الاهلي. اكيد يا كابتن دي حقيقه. مفيش نادي في مصر ما فيهوش لعيبه من النادي الاهلي، انا اللي عارف. دي حقيقه. عارف ولادي كويس قوي. دي حقيقه. دي حقيقه. احنا عملنا مع بعض تليفونات كتير وحضرتك كنت بتذكرهم لي بالاسم. دي حقيقه. دي حقيقه. ان شاء الله النادي الاهلي كمان يرجع باحترافيه كمان مع دكتور عبد المجيد. يعني قول لي راي حضرتك ان شاء الله في بدايه المشوار الاهلي الافريقي مع منانا الجابوني. ان شاء الله البطوله دي غايبه عننا بقى فتره، وان شاء الله النادي الاهلي قادر بالفريق اللي موجود ده وبالامكانيات اللي موجوده الفنيه سواء في الجهاز الفني او اللعيبه او مجلس الاداره، ان هم ان شاء الله السنه دي يحققوا البطوله ويرجعوا لنا الفرحه تاني، لان النادي الاهلي دلوقتي اعتقد ان هو من احسن فرق افريقيا، مش في مصر بس، لا احسن فريق في افريقيا حاليا. النادي الاهلي يمتلك لعيبه على اعلى مستوى، يمتلك جهاز فني الكابتن حسين البدري والجهاز اللي معاه الكابتن احمد ايوب والناس اللي موجوده بيشتغلوا شغل كبير جدا، واعتقد النادي الاهلي بيلعب كره زي قريبه جدا من كره برشلونه، يعني نفس الفلسفه الاستحواذ والضغط على الخصم والاختراقات من الجناب والمهاج. فاعتقد ان كورتنا دلوقتي الحمد لله احسن بكثير من الفتره اللي فاتت، وان شاء الله كابتن حسام البدري يبقى على ايده ويحقق لنا بطوله افريقيا تاني، ويرجع النادي الاهلي يبقى بطل افريقيا لمواسم قادمه كمان مش السنه دي بس ان شاء الله. ان شاء الله كابتن بدر رجب سفيرنا اللي مشرفنا في الامارات، شكرا جدا على هذه المداخله. شكرا جدا ليك.